المقالي وديع، رئيس الجمعية طارق بن زياد للصيد. اليوم كان عندنا واحد النهار ديال لاشاس مع الدراري الصيادة ديالنا، الحمد لله خرجنا هذا الصباح مع السابعة صباحا وتم الصيد، تم خرجنا لأساس القنص، وواحد الجو كان يعني جو ممتع. لكل صياد كان مسموح له بأربعة الحجلات باش يصيد، أربعة الحجلات وواحد الأرنب وأربعة القنيات. الإجراءات المتبعة بالنسبة لعملية القنص كاينه قوانين عند مياه الغابات، يعني الإنسان اللي عمل مخالفة راه كاينه قوانين اللي كتطبق عليهم مياه الغابات، كتطبق عليهم يعني بروسيس، وكاينه يعني حويجات الإنسان، كاين الصياد كيحترم القوانين ديال 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 لاشاس ديال الصيد. الهواية بديتها يعني منذ الطفولة، وباش درت الارم ديالي باش هذا في 2016 والدراري درنا واحد السيد الصديق ديالنا، درنا واحد الجمعية وتميت انا هو الرئيس ديالها، ودابا انا الحمد لله هو الرئيس الجمعية ومعايا الدراري يعني صيادة في المستوى الدراري المكتب ولا الدراري المنخرطين. هذا الموسم عندنا 3 شهور، عندنا من لوفيرسيل من اكتوبر يعني شهر 10 حتى الاخر ديال شهر 12. الوحيش موجود كاين؟ الحمد لله كاين الوحيش، من ناحيه ديال الوحيش، وحنا كنقوموا عاوتاني كجمعيه بهذا، كنحاولوا نحافظوا على هذا البيئه بالنسبه لهذا الوحيش، كنجيبوا الحجال وكنطلقوه، عندنا يعني الحراس كيعسوا، يعني كاينه بزاف ديال الاجراءات اللي كناخذوها في حد الجمعيه.